ليش ما تساعدني صحيح بعض الاحلام بالنسبه للبعض خيال لكن الخيال بالتصديق تحقيقه مو من المحال صديقي المفروض تساعدني وساعدك وانا مستعد في وقت اكون واقف جنبك وسانك بس متى تكون ارتكبت بحق صديق غلطه اكيد لما تحطه why you disappoint me وانا اللي احبك why you disappoint me ما فكرتك وضدك why you disappoint me ولا بيوم تجمعت اني حبك why you disappoint me ركز ما تجمعت احبك افتحي لسك العين البشر كله بعد نفس الحالة صار كلمة التوفيق على صاحب صعب اصالة بكل سهالة حبت اخوك اللي عجبني تعبك ما حد غيري شاله اشتعل مثاله وشفت بعين طباع الناس قاعده تتغير يوم عن يوم من حال لحاله مشيت وراه واتبعت كل اقواله كشفت كل همه يا حبت واللي في قلبي زاله اعطي سبب مقنع ليش وانا كنت معتبرك من الافضل فيهم مم ادك شايف على شي قول لي خل اعدل فيهم ولا تخليني مرتبك تسوي فيني كذي وانا اخوك على طريق زين احاول اني اسلبك للاسف احب اعرف طبعك لكنك عرف طبعي اني ماني حقود ولاني احب طبعي why you disappoint me وانا اللي احبك why you disappoint me ما فكرتك وضدك why you disappoint me ولا بيوم تجمعت اني حبك why you disappoint me ركز ما تجمعت احبك بدل ما ترفع المعنويات زدتها معاناة ونزلت ما ادري صداقه شنو فكرتك تحب صديقك اللي بمرتبت الاخوه الشكوك اللي راودتني انت اثبت صحتها انك ما تبي تخلي ولا الوصول حق اهدافي حبطني بما فيه الكفايه بس كافي جرحتني ما بي شيء منك بس الله الشافي كنت متوقع بتخلي السعاده بحياتي ترسم لكن طلع صديقك مجرد كلمه اسم خلاص روح يكفيني منك تحذير بيني بينك الحين لازم نحس ما كنت اتوقع منك انت اللي اقرب الناس لي وتدري شنو كنت حاط الامل فيك تساعدني مشاوير حياتي لكن للاسف حبطني